نهايه الموجه الثالثه. ايوه هو ده الرقم اللي احنا ما زلنا شغالين بيه سواء على مستوى الجامعه او على مستوى الصحه. طيب معنى كده انه الاعداد بشكل عام ما بتزيدش؟ لا الاعداد بتزيد، لا الاعداد الاصابات بتزيد، وده واضح جدا حتى في البيان اللي بيصدر يوميا من الوزاره. نعم. بالاضافه الى انه هناك ايضا زياده في معدلات الدخول، ولكن بوضوح وتحتها اربع خمس خطوط، انه في الموجات الاولى والثانيه والثالثه كان هناك ارتباط طردي ما بين زياده نسب الاصابه في المجتمع وزياده معدلات الدخول للمستشفيات. نعم. فكنا لما يزيد الاصابه بنسبه 20% معدلات دخول المستشفيات تزيد بنسبه 20%. لكن النهارده من بدايه الموجه الرابعه والحمد لله مع المتحور الاوميكرون هذه الارتباط الطردي ما عادش موجود، فممكن نسبه الاصابه تزيد 20% لكن معدلات الدخول تزيد 5%. توقعات حضراتكم دكتور حسام لذروه اوميكرون امتى؟ خصوصا ان احنا بنتكلم يعني الحقيقه من الصعب الاجابه بشكل يعني نعم؟ من الصعب الاجابه بشكل دقيق على عن ده، لكن خلينا نقول ان احنا متوقعين انه في زياده في الفتره ديت، ونامل انه خلال من اسبوعين لثلاثه تبدا الاعداد في الثبات ثم التناقص. من اسبوعين لثلاثة القادمين ان شاء الله، يعني ده 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 بنأمل ده، لكن تحديد موعد دقيق الحقيقة يصعب تحديده يعني. نعم نعم. طيب دكتور حسام، ايه اخبار الجرعة الرابعة؟ ايه في حاجة اسمها جرعة رابعة؟ هو الحقيقة انه في بعض الدول كانت تتكلم عن جرعة رابعة، لكن الدراسات بتتحدث على انه وجود سلسلة من الجرعات التنشيطية لم يثبت أنه ذو فاعلية حتى هذه اللحظة. طبعا زي بقول لحضرتك كده هي الأمور بالنسبة للكورونا، إحنا في كل مرة بيبقى عندنا دراسات جديدة ولهذا قد تختلف المعلومات. نعم. لكن ما 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 هو تميل إليه النهاردة أغلب الدراسات فكرة إنه يبقى فيه جرعة رابعة وخمسة وستة ونفضل ماشيين في سلسلة الجرعات التنشيطية ليس هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى الحماية المجتمعية أو المناعة المجتمعية. نعم. وأنه الجرعة الثالثة هو موصى بها جدا وهي تحقق الحماية، ومن المتوقع ده برضه كلام ما زال تحت الدراسة سواء على مستوى العالم أو على مستوى مصر المنظمة الصحية، أن يكون التطعيم أو التلقيح بشكل سنوي، مش جرعة بقى خمسة وستة وسبعة، لكن نعم. يبقى زي تلقيح الانفلونزا كده. ايوه ايوه بشكل موسمي او سنوي بمعنى ادق بالظبط. طيب. كده طيب.